كم نروح لأرض المباراة والزميل محمد توفيق مراسلنا هناك وبعض اللقاءات المهمة. تفضل محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك عقب انتهاء المباراة وفوز النادي الأهلي وتأهله رسميا لنهائي دوري المرتبط إن شاء الله، وملاقات نادي الاتحاد السكندري يوم الأحد إن شاء الله، مباراة الذهاب والثلاثاء إن شاء الله مباراة العودة. يمكن بس حابب أقول لحضرتك قبل ما نخش في لقاءاتنا، فور انتهاء المباراة اجتمع لاعبي الفريق وكمان كابتن طارق الغنام المدير الإداري كان معاهم، وتعهدوا بعقب انتهاء المباراة إن شاء الله بعد التأهل رسميا للمباراة النهائية بالفوز إن شاء الله وتحقيق البطولة، تبقى أول بطولة للنادي الأهلي في الموسم وإن شاء الله يبقى مزيد بالبطولات فيما هو قادم. دلوقتي معانا بقى في لقاءاتنا من أرض المباراة كابتن سيد مصطفى المدرب العام للفريق. كابتن سيد ألف مبروك التأهل للمباراة النهائية، كان مجهود كبير الفترة اللي فاتت، ظروف صعبة لكن النادي الأهلي دايما زي ما بنقول الأهلي بمن حضر، والتأهل للمباراة النهائية وإن شاء الله تكلم مجهودكم بالفوز بالمباراة. طبعا انا الاول بمسي على اللي موجودين في الاستوديو، كابتن سرعوه والكابتن عماد مراد والكابتن هيثم. الف لك كده، حاضر كده اوكي. ان شاء الله احنا على استعداد رغم النقص اللي عندنا من اللاعبين، طبعا بظروف الكورونا ثلاث لاعبين مهمين بالنسبه لنا، لكن بقيه الفرقه متعهده ان ان شاء الله ان شاء الله هنعمل اللي علينا والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله. كابتن يمكن كل ما نتكلم مع كابتن اشرف توفيق بيثني على دور حضرتك جدا، وبيقول ان دور حضرتك يعني من اهم افراد الجهاز ودايما معاول ليه، وكابتن اشرف دايما يعني بيقول كابتن سيد مصطفى من اهم الافراد اللي معايا وبتساعدني كتير جدا. هو كابتن اشرف توفيق بس بيحبني وبيجاملني بس، كل حكايه. طبعا كلنا منظومه واحده، معانا اسطوره الباسكتبول في مصر طارق الغنام، معانا كابتن اشرف توفيق من احسن مدربين في مصر، وكابتن احمد الجراحي، يعني جهاز متكامل الحمد لله رب العالمين. يومين في ظل كل الظروف دي وفي مباراه نهائيه، شايف هتعملوا في اليومين او تقدروا تعملوا في اليومين؟ ان شاء الله هنستعد لمباراه الاتحاد، مباراه الفاينل باذن الله، وهنعمل اللي علينا وبنرجو من الله التوفيق. يعني احنا عايزين توفيق ان شاء الله، التوفيق من عند ربنا ان شاء الله، لكن طبعا كل الفرقه هتعمل اللي عليها وكل لعيب مش هيبخل باي مجهود. شكرا كابتن، والتوفيق ان شاء الله والفوز. شكرا جدا. شكرا. كابتن هيثم مكملين لقاء